فيلمنا بيبدأ مع واحدة اسمها إيميليا وهي واقفة في الشارع وسرحانة، وفي اليوم ده بتحتفل إيميليا بعيد ميلادها 40 لكن بدون ما تحقق أي حاجة مفيدة في حياتها، وبتفتكر إيميليا عيد ميلادها 18 واللي احتفلت بيه واستصحابها كلهم، وبيكون ده أسعد يوم في حياتها، وبتتمنى إنها ترجع للمرحلة دي تاني وما يكونش عندها أي مسؤوليات، وفي نفس الوقت تكون حياتها كلها سعيدة. وبتفوق إيميليا من ذكرياتها على عربية بتعدي من جنبها وبترمي عليها مية بالغلط، فبتروح إيميليا لشغلها وهي متعصبة، وبتكون شغالة في محل ملابس حريمي، لكن في اليوم ده بتكون متضايقة من شكل حياتها فبتتعامل مع الزباين بقلة ذوق، وبيظهر انها حتى مش قادرة تحب شغلها، وعشان كده بتطلب مديرة المكان منها انها تقابلها، وبتلومها على اسلوبها مع الزباين اللي اكيد هيخسر المحل بتاعهم كتير، وبتحس ايميليا بالاحراج وعشان كده بتقرر تقدم استقالتها وتمشي قبل ما هم اللي يمشوها، وبتحاول مديرة المكان تهديها وده لانها مش عايزاها تمشي وهي متضايقة. وفي الوقت ده بيوصل واحد من العاملين في المكان وبيكون جايب معاه تورته عشان يحتفلوا بعيد ميلاد ايميليا، فبتاخد ايميليا التورته من ايده وبتمشي بدون ما تقول اي حاجه، وفي طريقها للخروج بيوصلها رساله صوتيه من والدها ووالدتها اللي بيهنوها بمناسبه بتعيد ميلادها، وبعدها بتقرر ايميليا تروح تقعد في كافيه وهناك بتفضل تاكل الكيكه اللي معاها، وبيبان انها متضايقه لان حتى ما عندهاش حد يحتفل معاها. وبتدخل المكان واحده اسمها فيونا وبتكون جايه تاخد اكل بمناسبه حفله عيد ميلادها، وبيظهر ان هي وايميليا عارفين بعض كويس، وبتسلم عليها ايميليا وبتعيد عليها، وبنعرف ان فيونا مغنيه وانها كانت عايشه هنا زمان لكنها سابت المكان فتره طويله ولسه راجعه، وبتاخد فيونا الاكل بتاعها وبتمشي. وبعدها بيقول العامل اللي في المكان ان لسه كان بيحضر لها حفله قريب وبيكون معجب بصوتها، وبيسال ايميليا هي تعرفها منين، وبيظهر ان فيونا وايميليا كانوا صحاب جدا في مرحله الطفوله وكانوا متعودين يحتفلوا كل سنه بعيد ميلادهم سوا، لكن فجاه علاقتهم اتقطعت وبطلوا يتكلموا. وبتحكي ايميليا انهم في سنه معينه وقت ما كانوا اطفال قرروا يعملوا كبسوله زمنيه ويكتبوا فيها امنياتهم ويدفنوها في مكان معين عشان لما يوصلوا لسن ال 18 يفتحوها ويشوفوا الامنيات دي اتحققت ولا لا، ولكن لما وصلوا للسن ده كانت علاقتهم اتقطعت ومحدش فيهم فتحها. وتقول ايميليا ان سن ال 18 ده كان اسعد وقت بالنسبه لها وبتتمنى انها ترجع له تاني، وبيحس العامل انها بدات تسكر فبينصحها تخرج تشم هواء، وفعلا بتخرج ايميليا وبتقرر تروح للمكان اللي دفنوا فيه الكبسوله بتاعتهم، وبتفتح امنيتها واللي بتكون كاتبه فيها ان نفسها تكون بنت جذابه لما توصل للسن ده، وبعدها بتمسك الورقه بتاعت فيونا وبتكون عايزه تفتحها لكن الهواء بيطيرها، وبتفضل ايميليا تجري ورا الورقه لحد ما بتخبطها عربيه. وتاني يوم بتصحى ايميليا من النوم وبتلاقي نفسها في البيت وبتتفاجئ بوالدها ووالدتها وهم داخلين يغنوا لها بمناسبه عيد ميلادها، وبيدوها هديه عباره عن مبلغ مالي وشريط فيديو لكل اعياد ميلادها اللي فاتت، فبتشكرهم ايميليا لكن بتستغرب مين اللي جابها البيت وايه اللي حصل بعد الحادثه، وبتستغرب كمان من شكل الاوضه وده لان عيلتها حولوها لاوضه مكتب من فتره، ولما بتسالهم بيضحكوا على كلامها وبيقولوا ان ده ما حصلش، وبتلاقي رساله من صديقتها موا اللي بتبارك لها بمناسبه عيد ميلادها ال 18، فبتبص ايميليا في التاريخ وبتكتشف انها في سنه 2002 وبتخمن ان ده مجرد حلم، وبعدها بتخرج تقعد مع عيلتها لكنها بتبقى خايفه من اللي بيحصل ومستغربه من شكلهم اللي بقى اصغر بكتير، وبيلاحظ اهلها تصرفاتها الغريبه وبيخمنوا انها عيانه، ومع ذلك بيطلبوا منها تروح تجهز بسرعه عشان ميعاد المدرسه. بتفضل ايميليا تبص في المرايه وبتكون مستغربه ازاي رجعت لسنه 2002 ومع ذلك شكلها زي ما هو لما كان عندها 40 سنه، بتفتح الدولاب وبتلاقي كل اللي فيه لبس مراهقين فبتختار حاجه مناسبه ليها، وبعدها بتوصل للمواصله صديقتها اللي بتكون جايه تاخدها من البيت عشان يروحوا المدرسه، ولكن بتتضايق من شكل لبسها اللي بيكون مخلي شكلها اكبر من سنها، وبتقرر تختار معاها لبس مناسب لعيد ميلادها. في الطريق بتسالها ايميليا ازاي ده عيد ميلادها 18 مع ان شكلها كبير في السن، بس بيظهر ان شكلها الحقيقي دلوقتي اصغر وان هي الوحيده اللي شايفه نفسها بنفس الشكل اللي كانت عليه لما كان عندها 40 سنه، وعشان كده بتخمن موانا سكرانه وبتاخدها على قد عقلها. وبيوصل البنتين للمدرسه، هناك بيقابلوا ماكس حبيب ايميليا وبتفرح ايميليا لما بتشوفه، وده لانهم انفصلوا بعد عيد ميلادها 18 بفتره ومن بعدها ما ارتبطتش تاني، وبيطلع الثلاثه للمدرسه وبيظهر ان ايميليا شخصيه معروفه في وسط الطلبه وان الشباب كتير بيحبوها، وفي اليوم ده بيكون عندهم حفله بيعرض فيها الطلبه الموهوبين، بيقدم مجموعه طلبه فقرات متنوعه لحد ما بيجي الدور على فيونا انها تغني، فجاه بيمشي كل الطلبه وبيبان انهم بيملوا من صوتها، عشان كده بتحس فيونا بالاحراج وبتمشي وهي متضايقه، وبعدها بتعرف ايميليا ان عندهم عرض تقديمي في الفصل في نفس اليوم وبتكون هي وماما مشاركين في نفس العرض، لكن المشكله انها بتكون مش فاكره حاجه عن الموضوع اللي هيتكلموا فيه، وعشان كده بتمسك الورق وبتفضل تقرا منه. وبعد المدرسه بيبداوا يفكروا هيحتفلوا ازاي بعيد ميلاد ايميليا لحد ما بيقرروا انهم يعملوا حفله في بيت ماما بما ان اهلها مش موجودين، وفي الطريق بيعدوا على محل عشان يشتروا خمره لكن محدش بيرضى يديلهم وده لانهم تحت السن القانوني، فبتقرر ايميليا انها تغامر تدخل مكان معين وبتسرق مشروبات كتير وبتجري قبل ما يمسكوها، وبيجي وقت الحفله وبتكون ايميليا مبسوطه جدا لدرجه انها بتعيط من كتر الفرحه، وبتطلب من مام واكس ويوعدوها انهم مش هيتفرقوا لما يكبروا، وبعدها بتشوف فيونا واقفه لوحدها فبتروح تتكلم معاها وبتقول انها سمعت جزء من الاغنيه وانها عجبتها جدا، واثناء ما هما بيتكلموا بيجي ماكس وبياخد ايميليا عشان يرقصوا، وبيكون مستغرب انها كانت واقفه تتكلم مع فيونا مع انهم بعدوا عن بعض من زمان، فبترد عليه ايميليا وبتقول انها كانت عايزه تعرف مين اللي قالها على ميعاد الحفله مش اكتر، وبعدها بتاخد ماكس وبيطلعوا الاوضه فوق وبيحصل بينهم علاقه، وايميليا مبسوطه بعلاقتهم وبتعرض عليه انهم يتجوزوا عشان يبنوا اسره سوا، فبيستغرب ماكس انها عايزه علاقتهم تكون جديه مع انهم لسه
صغيرين وعمرهم ما جابوا سيره الجواز، وبيتوتر لما بيشوفها متحمسه، فبيقول انهم محتاجين يبعدوا عن بعض فتره عشان يتاكدوا من مشاعرهم. وبتستنتج ايميليا انه بينفصل عنها، فبتحاول تصلح اللي عملته، لكن ماكس بيسيبها وبيمشي. وبعدها بتيجي موها تتكلم معاه، وبتكون مبسوطه لان الشاب اللي هي معجبه بيه واللي بيكون اسمه باتريك موجود في الحفله، وبتكون موها عايزه تعترف له بمشاعرها، لكن بتبقى خايفه انه يحرجها، وبتفضل متردده لحد ما بترجع في كلامها. اما ايميليا فبتكون متضايقه من اللي حصل مع ماكس، وبتفضل تسكر لحد ما بتتعب وبتنام في نص الحفله. وتاني يوم بتتفاجئ ايميليا بنفسها في بيتها، وبتفاجئ اكتر لما بتشوف والدها ووالدتها وهما داخلين عليها وبيغنوا لها بمناسبه عيد ميلادها ال 18، وبيتكرر نفس اللي حصل اليوم اللي قبله بالظبط، وتكون ايميليا مش فاهمه حاجه، ومع ذلك بتستسلم للواقع وبتحاول انها تستمتع بوقتها. وبيجي وقت حفله عيد الميلاد، واثناء ما هي بترقص مع ماكس بترمي عليه من المشروب بتاعها بدون ما تقصد، فبيضطر انه يسيب الحفله ويروح عشان يغير هدومه. وفي الوقت ده بتعرف مهن باتريك وصل للحفله، وبتطلب من ايميليا تساعدها تتعرف عليه، بتقترح عليها انها تاخده على جنب وتساله ان كان معجب بموها ولا لا، فبتوافق ايميليا عشان خاطر صداقتها، وبتسال باتريك عن رد فعله لو عارف ان في واحده بتحبه، فبيخمن انها بتتكلم عن نفسها وعشان كده بيحاول يقرب منها، لكن ايميليا بتبعد عنه وبتقول انها كانت تقصد موها، فبيضايق باتريك وبيعترف لايميليا انه بيحبها هي، وان مش هو بس اللي معجب بيها لكن كمان معظم الطلبه اللي معاهم في المدرسه. وبتفرح ايميليا لما بتحس انها بقت بنت جذابه زي ما كانت بتتمنى، فبتقرب من باتريك وبتبوسه. وفي الوقت ده بتشوفهم وهو بتتصدم وبتستوعب ايميليا اللي هي عملته، فبتخرج وراه عشان تعتذر، ولكن في نفس الوقت بيرجع ماكس للحفله فبتحكي له موها عن اللي شافته، وبيتضايق الاثنين من تصرفات ايميليا وبيقرروا انهم يسيبوا الحفله ويمشوا. وتاني يوم بتصحى ايميليا من النوم وبتلاقي نفس اليوم بيتكرر، ولكنها في اليوم ده بتقرر تروح تتكلم مع فيونا وبتحكي لها عن اللي بيحصل معاها، وان نفس اليوم اللي في حياتها عمال يتكرر وكانها محبوسه جواه، فبتضحك فيونا وبتقولها على اسم فيلم بيتكلم عن نفس القصه. وبعدها بينادي المدرس على فيونا عشان عندها تدريب، وبالليل بيجي معاها حفله عيد الميلاد، وبتسيب ايميليا الحفله وبتروح تتكلم مع فيونا، وبيكون عندها فضول تعرف نهايه الفيلم وهل البطل قدر يخرج من اليوم اللي هو محبوس فيه ولا لا. وبنعرف ان ايفون والده فيونا عندها محل لبيع شرايط الفيديو بتاعت الافلام، وبتقرر ايميليا انها تسيب الحفله وتروح للمحل عشان تتفرج على الفيلم، وبيحاول اصدقائها يوقفوها لكنها بتمشي بدون ما تقول هي رايحه فين، وبتوصل عند المحل لكن بتلاقيه مقفول، ومع ذلك بتفضل قاعده قدام البيت لحد بالليل. وبترجع فيونا بعد الحفله فبترجعها ايميليا تستخدم نسخه المفاتيح اللي معاها وتفتح لهم، وفعلا بتوافق فيونا وبتفتح المحل. واثناء ما هما بيدوروا على الفيلم بتوصل ايفون والده فيونا، وبتستغرب لما بتشوف البنتين واقفين مع بعض، خصوصا انهم متخانقين من زمان وبطلوا يتكلموا، ولكنها بتبقى مبسوطه انهم رجعوا يتكلموا، عشان كده بتعرض عليهم انهم يقعدوا يتفرجوا على الفيلم جوه المحل. وبتعرف ايميليا من الفيلم ان البطل في النهايه عارف ان الايام اللي بتتكرر دي فرصه عشان يصلح الحاجات الغلط اللي عملها زمان. وفي الوقت ده بتستوعب ايميليا انها اذت معظم صحابها، وبتقرر انها تصلح غلطاتها، وبتحس انها اذت فيونا لما اجبرتها تقعد تتفرج معاها على الفيلم مع انهم متخانقين، وكمان فيونا دايما بتحب تقعد لوحدها ومش بتحب ان حد يزعجها، فبتعتذر لها ايميليا وبتقرر انها تروح بيتها. وتاني يوم بتحاول ايميليا تصلح غلطاتها، فبتقدر كل حاجه بتعملها مو عشانها، وبتمثل انها متفاجئه بالهديه مع انها شافتها قبل كده كذا مره عشان ما تحرجهاش. في اليوم ده بتحضر كويس للعرض التقديمي، وبتقرا كتب كتير عشان تستعين بالمعلومات اللي فيها، وفعلا بينبهر كل الطلبه باداء ايميليا، حتى المدرس بيكون مستغرب من كميه المعلومات اللي هي جمعتها. وبالليل بتحاول ايميليا تخلي ماو وباتريك يتعرفوا على بعض، وبتقدر انها تنجح، وبكده تكون ايميليا صلحت علاقتها باصدقائها. بس مع ذلك اليوم برضه بيفضل يتكرر لدرجه انها بتنهار وبتكون مش عارفه المفروض تعمل ايه، وبتحاول كل يوم تعمل حاجه مجنونه اكتر من اليوم اللي قبله، يمكن يحصل اي حاجه جديده وحياتها ترجع لطبيعتها، لكن بيفضل نفس اليوم يتكرر وكانها محبوسه جواه. وفي يوم بتقرر ايميليا تروح للاخصائيه النفسيه اللي عندهم في المدرسه، وبتحكي عن اللي بيحصل معاها، لكن الاخصائيه بتفهم كلامها غلط، وبتخمن انها بتكره حياتها بسبب الروتين، وبتنصحها تغير من الروتين اليومي بتاعها، فبتضايق ايميليا ان محدش فاهمها وبتخرج من عندها وهي مبطل. وفي يوم بتكون ايميليا في حفله عيد ميلادها، وبتكون يأست من انها تعرف ترجع لحياتها الطبيعيه، وبتقرر تحكي لاصحابها عن مستقبل كل واحد فيهم، وبتقوله بالظبط عن اللي هيحصل في حياته، وبيكونوا فاكرين انها سكرانه وبيفضلوا يضحكوا. وبعدها بشويه بتدخل ايميليا المطبخ عشان تشرب ميه، تسمع موها وماكس وهما بيتكلموا عليها، وبيكونوا شايفين انها بتعمل كده عشان بتحاول تلفت نظر باقي اصحابهم ليها، خصوصا انها قضت جزء كبير من حياتها وحيده ومحدش بيحبها، وبيتصدموا لما بيعرفوا ناس معاهم. وبتحاول ايميليا انها تتجاهلهم، وبتروح تتكلم مع فيونا وبتحاول تصلح علاقتهم، وبتطلب منها انهم يرجعوا اصحاب، لكن فيونا بترفض، وده لان ايميليا بعد عنها فجاه من كام سنه بدون اي اسباب، ومن وقتها بطلوا يتكلموا. وبتكون فيونا شايفاها انانيه عشان ما كانتش بتفكر غير في نفسها، وبتحاول دلوقتي ترجع لها لما اتخانقت مع اصحابها، فبتضايق ايميليا وبتقرر تسيب الحفله وتمشي، وبتوصل للبيت وبتسال اهلها لو هي فعلا انانيه وبتحب تلفت نظر الناس ليها، لكنهم مش بيبقوا شايفين كده، وبيطمنوها ان طبيعي الانسان يفكر في نفسه وطالما مش بيأذي حد. تطلع ايميليا لاوضتها وبتشغل الشريط اللي والدها اداهولها، واللي بيكون فيه تجميع مشاهد لاعياد ميلادها اللي فاتت، كل معظمهم كان مع فيونا، فبتتفرج ايميليا على الفيديوهات وبتتاثر، وفي اللحظه دي بتحس انها فعلا غلطت لما خسرت اهم صديقه عندها. وتاني يوم بيجي ميعاد حفله المواهب بتاعت المدرسه، والمره دي بتقرر ايميليا انها تقعد وتتفرج على عرض فيونا، وبتمسك
بتمسك المايك وبتطلب من كل الطلبه ان هم كمان يدوا لها فرصه ويسمعوها، والمفاجاه ان كلهم بينبهروا بصوتها وبالاغنيه بتاعتها. وبتفضل ايميليا طول اليوم تتجاهل ماما وماكس بدون ما تفهمهم السبب، وبالليل بتستغل وجود فيونا في حفله عيد الميلاد وبتقول انها قررت تسيب الحفله وتروح تفتح الكبسوله الزمنيه، وبتعرض على فيونا تروح معاها زي ما كانوا متفقين انهم يفتحوها في سن ال 18، لكن فيونا بترفض. ومع ذلك بتقرر ايميليا تروح لوحدها، وبيكون عندها فضول تعرف فيونا كانت كاتبه ايه، ولكن مجرد ما بتمسك الرساله وبتكون على وشك انها تقراها بتوصل فيونا وبتحاول انها تمنعها، بس ايميليا بتبعدها وبتكون مصره تقرا الرساله، وبتكتشف ان فيونا كانت كاتبه ان نفسها يكونوا اصحاب للابد، فبتضايق ايميليا من نفسها جدا وبتتاثر، اما فيونا فبتضايق هي كمان وبتطلع تجري وبتحاول ايميليا تجري وراها، لكن فجاه بتخبطها عربيه وبتفوق ايميليا بعدها بكام ساعه، والمفاجاه انها بتكون رجعت لحياتها الطبيعيه، وبيكون ده يوم عيد ميلادها ال 40، وبتلاقي ناس كتير متجمعين حواليها عشان يطمنوا عليها، فبتطمنهم انها كويسه وبتقوم عشان تمشي، وبتتفاجئ لما بتشوف سواق العربيه اللي خبطتها واللي بيكون هو نفسه ماكس لكنه بيبقى كبر، فبتسلم عليه وبتطلب منه يوصلها لبيت فيونا عشان تعتذر لها. وبتوصل ايميليا على بيت فيونا اللي بتكون عامله حفله ومجمعه كل اسرتها، فبتقرر ايميليا تمشي بدون ما تقول حاجه، وده لانها مش عايزه تبوظ لها الحفله، وبتشوفها فيونا وهي خارجه لكن مش بتلحق توقفها، وبترجع ايميليا للمحل اللي كانت بتشتغل فيه وبتعتذر لصاحبه المحل وبتطلب منها ترجع الشغل، وبتوافق صاحبه المحل فورا وبتطمنها انها مش ممكن تستغنى عنها، وبعدها بترجع ايميليا لبيت والدها ووالدتها عشان تقضي اليوم في وسطهم، وبتقرر انها تستمتع بوجودها معاهم زي زمان. وبنعرف ان ايميليا حاليا ساكنه في بيت لوحدها، وبيعرض عليها اهلها انها تبات معاهم اليوم ده ويعملوا لها احتفال، لكنها بترفض وبتقعد معاهم شويه وبتمشي، وبعدها بتقرر تروح تقعد لوحدها في مكان هادي، وبتكون ماسكه الكبسوله وبتبص لها وهي متاثره، وفجاه بتدخل عليها فيونا وبتكون جايه تطمن عليها بعد ما شافتها بتبكي في الحفله، فبتستغل ايميليا الفرصه وبتعتذر عن كل اللي عملته زمان وانها بعدت عنها بدون اي سبب، وبتشوف فيونا الكبسوله في ايدها وبتستنتج انها فتحت الرساله، وبتعتذر كل واحده فيهم للتانيه، وبتقول ايميليا انها كانت مفتقداها طول السنين دي. وفي الوقت ده بيجي لايميليا مكالمه فيديو من اهلها، واللي بمجرد ما بيشوفوها وهي قاعده مع فيونا بيفرحوا انهم رجعوا اصحاب زي زمان، وبيفضلوا يغنوا للبنتين بمناسبه عيد ميلادهم زي ما كانوا بيعملوا زمان، وبيقرر البنتين انهم ينسوا اللي حصل زمان ويرجعوا اصحاب زي الاول ويرجعوا يحتفلوا بعيد ميلادهم سوا في نفس اليوم. الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.